بعض لغايه ان شاء الله بنذلل كل العقبات ونعالج الاخطاء اللي اتبنت عليها البنيه الاساسيه اللي احنا عايشين فيها، بحيث تبقى البنيه الاساسيه تتحمل كل الخدمات اللي مطلوبه، الارصفه الواطيه، المدارس المتخصصه، المعلمين المؤهلين للتعامل مع اولادنا. لما تيجي تساعد اسالني الاول تساعدني ازاي؟ على كل الصح، على كل الصح.